مساء الخير عبد الله، مرحبا بك وبالمشاهدين بالمستمعين الكرام وبضيوفك في ساعة أخرى من ساعات الكان. فؤاد، بعد مفاجآت الدور الأول بتأهل منتخبات من قبيل البنين ومدغشقر وأيضا في بعض مباريات دور الثمن، هوية المنتخبات المتأهل نصف النهائي تؤكد بأن المنطق احترم في مباريات دور الربع وبشكل كبير. فؤاد، بالفعل عبد الله، بالرغم من ربما بعض المفاجآت التي شهدناها في الدور الأول بتأهل بعض المنتخبات إلى الأدوار الموالية كما هو الشأن بالنسبة لمدغشقر التي بلغت مرحلة ربع النهاية، على العموم المنطق احترم لحد الآن ببلوغ هذه المنتخبات الأربع إلى نصف النهاية. هناك ثلاث منتخبات شاركت في كأس العالم الأخيرة، يتعلق الأمر بالسنغال، بنيجيريا وبتونس. هناك أيضا تواجد للمنتخب الجزائري الذي شارك في نسختي 2010 و2014 في نهائيات كأس العالم، وكان قد أبلى البلاء الحسن في نهائيات البرازيل ببلوغه الدور الثمن النهائي وخروجه على يد المنتخب الألماني الذي كان سيفوز لاحقا بهذه الكأس العالمية. إذن المنطق احترم ببلوغ هذه المنتخبات وعودة البعض منها إلى الواجهة، كما هو الشأن بالنسبة للمنتخب التونسي الذي يعود للمشاركة في نهائيات أو في النصف النهائي بعد غياب دام 15 سنة، أي منذ كأس إفريقيا للأمم عام 2004 التي كانت قد أقيمت في تونس وأحرز عليها نسور قرطاج في النهائي الشهير أمام المنتخب المغربي. بالنسبة للمنتخب الجزائري يعود إلى الدور النصف النهائي أيضا بعد مرور 9 سنوات، آخر مشاركة للخضر كانت في نهائيات كأس إفريقيا للأمم في العام 2010 بأنغولا، ثم السنغال تسير على نفس النهج. هذه المنتخبات الأربع، ثلاث منها تمكنت من إحراز كأس إفريقيا فيما قبل، نيجيريا، الجزائر وتونس، وحدها السنغال لم تدون بعد اسمها في قائمة المنتخبات المتوجة، وربما هذه هي الفرصة المواتية لأسود الطرنجة لتحقيق ذلك.